السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي استخدم الباور بي اي وازاي احط فيه معلومات وازاي اخلي فيه اسلوب سهل للفلترة. يعني مثلا انا عايز اظهر معلومات معينة عن مدن معينة وحاجات لا. طيب هقول له جيت داتا، هيبدأ يجيب لي الجدول. انا عايز الاكسل اهوت، اختار الجدول اللي انا عايزه واقول له لود. عايز اظهر الخريطة فهقول له اظهر لي الماب. اهيت الماب دي ممكن احط فيها مثلا كاونتري، هو يبدأ يجيب الخريطة ويبدأ يعمل زوم على الحاجة اللي فيها البلاد. يعني ممكن مثلا لو انا موجود اي دولة في اسيا هيبدأ يظهر حسب ما موجود عنده في المعلومات، وممكن تديله خطوط طول وعرض تبقى موجودة في قلب الجدول بحيث تاخدها كوبي تعملها دراج اند دروب. طيب عايز ابدا اظهر بعض المعلومات، تمام. يعني مثلا هقول له اظهر لي المعلومات هنا الخاصه بيه، الاشخاص اللي موجودين مثلا في بلد معينه وليكن مثلا، تمام، عمر مثلا، خليها مثلا كونتري هي اللي هنا، تمام. في كام واحد موجود في ايجيبت؟ 2. في كام واحد موجود في العراق؟ 2. في كام واحد في الجزائر؟ 1. سوريا الموظفين بتوع الشركة يعني عندنا 2 من العراق و2 من مصر، 1 من سوريا و1 من الجزائر، تمام. طيب انا عايز بقى ايه، بص لما تيجي تعمل كليك على واحد فيهم بيبدأ يعمل زوم على المكان دوت. طيب انا عايز اظهر حاجة هنا تخليني زي فلتر في عندي سلايسر، ببدأ احطه اهوت واقول له انا عايزها من خلال البلاد فيبدأ يجيبها لي بالشكل دوت. اقول له سوريا فيبدأ يجيب لي سوريا بس، العراق بس، ايجيبت. طب لو عايز اعمل على 2 هدوس كنترول وابدأ اعلم بالشكل دوت. طيب خلينا نشوف الخصائص بتاعت الزراير ديت. هتلاقي هنا في الفلتر، هنا الجنرال هتلاقي الاوتلاين كولر، عايز انهي لون انت عايزه، عايز السمك بتاعه قد ايه، سيلكشن كونتري، عندي سنجل سيلكت، يبقى انت كده تعمل على حاجة واحدة بس، يعني ما ينفعش تتعلم على 2، هي واحدة بس. طيب دي انا مش عايزها. طيب مالتي سيلكت مع كنترول، لا اما تفعلها لا اما ما تفعلهاش، يعني ممكن تخليها بالشكل دوت لو انت عايز اسهل طبعا ان انت تلغي موضوع الكنترول دوت. سيلكت اول هيبقى عندي زرار اسمه سيلكت اول، تعلم عليه يجيبهم لك كلهم وتقدر تختار زي ما انت عايز. فهتلاقي البرزنتيشن بتاعك بقى ظريف وسهل وجميل. يعني هنا الجزائر بدأ يجيب لي الايجيبت، بدأ يجيب لي العراق، سوريا، وهكذا.